صباح الخير، كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين بحلقة جديدة من مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. طبعا المشاكل كترانين بهذه المرحلة، المشاكل اللي عم نحكي عنها عم نواكبها دقيقة بدقيقة، ولكن يبدو أنه قدرنا نواجه ولو بالصلاة والإيمان بعض الأمور الصعبة جدا، ومفترض كلنا سوا نتحايل على الأوضاع لحتى نتخطى هذه المصاعب. إيمانا منا بأنه كتير مهم ينحكى عن مواضيع في ظل اهتمامنا بمواضيع أخرى، بيبقى موضوع مرض السرطان من المواضيع الأساسية، خاصة في ظل أزمة الأدوية اللي نحن عم نواكبها ونتابعها كبرنامج وكمؤسسة تلفزيون لبنان. ولكن اليوم رح نضوي على انقطاع هذه الأدوية عن كل المسببات يلي عم بيعانوها مرضى السرطان إلى حد وصلت المرحلة لحتى نقول ممكن يخسروا حياتهم. ضيفنا اليوم رئيس قسم أمراض الدم والسرطان في مستشفى الجامعة الأمريكية بيروت، البروفيسور ناجي الصغير يلي دايما منلتقي معه، ولكن اللقاء بهذه المرحلة مع صوت عالي لأنه بيقول لم يعد ينفع إطلاق صرخات التحذير والاستغاثة، نريد حلا ينقذ حياة آلاف الذين يصارعون السرطان في بلد أدويته مقطوعة، قطاعه الصحي يستنزف، والجدل العقيم بين الدعم ورفع الدعم يواصل جولته. طبعا اليوم انقطاع الأدوية يهدد حياة مرضى السرطان، فيما الانتصار على هذا المرض بات محكوما بأدوية مفقودة في لبنان. هيدا اللي رح يضوي عليه البروفيسور ناجي الصغير. برحب فيك بروفيسور، أهلا وسهلا عبر تلفزيون لبنان برنامج مشاكل وحلول. مرحبا، أهلا أستاذ الأولى، صباح الخير، كيفك؟ بروفيسور، يعني واقع هذه الأطلالة مغاير لكل إطلالاتك عبر تلفزيون لبنان. نحن اليوم عم نحكي عن أدوية لمرض مفقودة، يعني وهذا يعني النوع من فقدان الأدوية عم بيسبب يعني مضاعفات لكل مرضى السرطان. يعني أنت كنت واقعي صريح وقلت الويل لكم، أدوية السرطان المقطوعة فيها تهديد مباشر لأعمار المرضى. بهذه المرحلة شو بتحب تقول وتناشد المعنيين انطلاقا من مسؤوليتك كطبيب متابع لآلاف الحالات؟ أنا بشكرك كثير، طبعا بشكركم بتلفزيون لبنان على الإضاءة الزائدة على الموضوع. هلا يعني حكينا بالصحف بالمجلات بالتلفزيونات، هلا مع حضرتك يعني بدنا نشدد أكثر انه شو هي المشكل وشو لازم نعمل كحلول. يعني حضرتك بالمقدمه وكتبت هيك قلت قدرنا انه نضلنا ناضل نحاول نحسن الامور وانه نتحايل على الاوضاع. يعني هي هذه التحايل مثل كانه صارت عنا نعتبرها شطاره نحن، انه اللبناني يحاول يدبر حاله للاسف يعني. نعم. يعني هلا انا جاي من البيت، يعني عفوا بس من الروشي على مستشفى الجامعة، طابور سيارات واصل للمنارة عم بيعبوا بنزين. يعني هذا إدلال وتحايل بدل ما نلاقي حلول. هلا بالنسبة للأدوية بالحقيقة في ناس، إذا بتسمح لي بروفيسور، دواء عم ينقطع، يعني بموضوع يعني نعم. بموضوع الطوابير يعني البنزين والغاز وغيرها، أنا لفتني يعني مرة قرأت شيء يعني وعزت علي الدنيا، إنه على صفحتك أنت عم بتقول إنه أنا برغم من كل النجاحات اللي عملتها، يعني بالرغم من التخصص لسنوات طوال مع كل الناس، بوقف حدهم وبساعدهم وبشتغل وبعمل بدون أي، ما عم ربح جميلي ولا عم بنن حدا، ولكن بيوصل فيي الوقت لحتى أنا أوقف مثلي مثل غيري ضمن هذه الطوابير، وبيوصل دوري بيقولوا لي ما بقى في بنزين. يعني أنا يعني كثير عز علي هذا الموقف، لأنه الكل بيعرف مدى كفاءتك وهذا التقدير يلي خصتك في الجامعة الأمريكية عبر القاعة يلي بتحمل اسمك بالمؤسسة. ولكن كثير مهم نقول أنه مفترض كل المعنيين ياخذوا بعين الاعتبار الناس أصحاب الكفاءة،
مفترض كلنا سوا نكون حدهم ونساعدهم لحتى يكونوا عبرة لغيرهم وغيرهم يتمثل فيهم وبكفاءتهم. بس المناسبة يعني حبيت أنا أعبر لك يعني عن تأييدي للي أنت قلته، مفترض أنه يلاقي آذان صاغية وحدا يسمع. شكرا، مضبوط، شكرا لك. وياما ناس كثير دقوا لي وتلفنوا لي بيقولوا نحن بنأمن لك. انا قال لهم انا عم بحكي باسم الناس، انا مثلي مثل كل العالم، كل الناس لازم تكون مرتاحه. بس انا ثابت انه عم يجيني تهاني، صار لي 28 سنه اجيت من امريكا على مستشفى الجامعه الامريكيه وعم بحتفل انا وناطر لعبي بنزين للاسف. وهلا المرضى عم يعملوا طوابير لا يعملوا ادويه، يعني استاذ الاولى اللي عم بيصير مثلا مرضى سرطان الدم هودي الحاد، او مرضى العقد الليمفاويه الليمفوما هودي في ادوي ما عم بلاقوها، يعني هودي بطلوا يصحوا. فيري دينجرس، كثير خطير الموضوع. في مرضى سرطان رئه، مرضى سرطان ثدي مش عم بلاقوا الادويه تبعيتهم. اذا كانوا يصحوا ببطلوا يصحوا، واذا كانوا بدهم يعيشوا 10 سنين بصيروا يعيشوا 8 سنين و5 سنين و3 سنين. يعني مزبوط مثل ما قلنا انه يعني عم يقصفوا لهم عمرهم اللي ما عم بيلاقوا حل لهالموضوع. فما فينا مثل ما تفضلت وقلت انه عم نضلنا نقول هلا في اشرح لك اكثر شو المشاكل اللي عم تصير. يعني بالحقيقه هلا حكيت بس عن الدواء موجود او مش موجود، المعاناه رهيبه، لازم نلاقي حلول اذا بدك نحكي بهالموضوع هيدا كمان. بس المعاناه لقلك يعني المرضى كل نهار عم بدقوا لنا مش عم بلاقي هيدا الدواء، شو بعمل يا حكيم؟ بقلب له على دواء ثاني ما في منه، بقلب على دواء يمكن يكون اقل فعاليه. يعني لدرجه انه اختي، انا اختي بتقول لي يعني هالموضوع هيدا لا المريض بصح والحكيم بصير معه مرض، ما عم يمرض الحكيم ليحاول يامن الادويه لمرضى. هالموضوع هيدا بالحقيقه ارجنت وبده حلول. إذا بتسمح لي بروفيسور، يعني بهذه المرحلة أنت عم بتقول بده حلول، يعني مصرف لبنان نقل عنه بيقول أنه على الحكومة ووزارة الصحة تحرير سعر الدواء حسب سعر منصة صيرفة وسعر السوق، وهون يعني يسمح للوكلاء باستيراد الدواء وبيعه حسب سعره الحقيقي. إذا وصلنا إلى هذا الحل ممكن كل مريض يقدر هو يدفع حق الدواء، لأنه وزارة الصحة معارضة. يعني حتى القرار اللي كانت بعض المستشفيات الجامعية بدها تاخده، الوزارة بتقول أنه لا، سعر يعني الأدوية المستعصية محدد ومفترض أنه يكون مدعوم. أنا بهمني من خبرتك أي حل مفترض أنه نستعمله لحتى نوفر على أصحاب المرض؟ لكن المرضى ما بينتهم مرضهم، هذا مرض سرطان ما بينتهم. يعني على فكره في ناس عندهم جلطات ما عم بيلاقوا دواء الجلطات، ما مرض قلب ما عم بيلاقوا دواء القلب، ما بتنطر هالامور هيدي. نحن اللي عم نقوله، انا نقلت وجهات النظر، يعني ناس من وزاره الصحه، من مصادر رئاسه الحكومه، وناس من مصرف لبنان. الحديث انه مصرف لبنان عم بيقول ما عادش معي مصاري، والله بدنا اياه يدعم، انا بدي ادعم كل الناس، بس ما عم بيقول لك ما معه مصاري، عم بيشيل مصاري من مصريه العالم. طب انا نلاقي حلي هلا. الحل يعني مش غلط انه يكون الدعم مباشر، اللي بحاجه بندعمه، اوكي؟ يعني انت مثلا الاولى عندك سياره بورش 2020 ما بدك حدا يدعم لك البنزين، 21 تشتري انت بنزين. بروفيسور اي يعني داتا، اي داتا بده يعتمد؟ اللي بيقدر واللي نعم. عنده تامين اي داتا انا بدي اعتمد؟ يعني اليوم البطاقه التمويليه لحد اليوم بعد ما وصلنا لحتى نعتمد داتا لحتى ندفع بموجبها. اليوم انت وقت اللي عم بتقول تفضل ان يكون الدعم مباشر يروح للمريض، اي داتا بدي لازم يعتمدوها أتبع. لازم يعتمدوها. وين الوزراء؟ وين النواب؟ وينهم؟ لكل يوم لازم يجتمعوا للساعه 12 بالليل كل يوم لحتى يلاقوا لنا حلول. نعم. ما فيهم هيك قاعدين دايرين، شو عم يعملوا؟ ما في ناس مسؤوله بدها تاخذ قرارات. طيب مريض السرطان، يعني مريض السرطان البطاقه التمويليه صاروا شهور بيحكوا فيها، اعطي العالم مصاري اخف من انك تدعم السلع وتروح للمهربين وللتجار وللدنيا كلها ما توصل للمريض. انا نعم. بقول لك مصرف لبنان قال انه مستعد. هلا انا مثلا اذا مريض ما عنده تامين بكتب له وصفه وما عنده ضمان، بكتب له وصفه بروح على وزارة الصحة بيجي بالدواء. هلا الأدوية مقطوعة، مصرف لبنان بيقول
اذا هيك دعم مباشر للمريض مستعد ادعمه، بس اني ادفع 500 مليار و500 مليون دولار هيك ما بعرف كل قديش ما بده اياه. طب اذا بتسمح لي يعني يا سيدي الكريم، انا بكرر اذا بتسمح لي ندعم. لانه اليوم الحاكم كان ضل فتره طويله يقول الليره بألف خير، الليره بألف خير، الليره بألف خير، لك لوين وصلنا؟ فاليوم انطلاقا من هذه المصداقيه اللي كلنا سوا بدنا نتوقف عندها، مريض السرطان ما بينلعب ولا بينمزح معه، نقول له تفضل قدم لنا ورقه روح على وزاره الصحه لحتى تاكدها وتجيبها على المصرف. يعني اليوم انت بتعرف انه اليوم قديش بيكون مريض السرطان بحاجه لحتى يستفيد من الوقت ومن سرعه الوقت بهذه المرحله. شو هو الحل المفترض انه نحن نعتمده في ظل رعايتكم انتم لكل المعطيات؟ لانه كثير حملات انتم كنتوا عم تقوموا فيها لحتى تقدروا توفروا نقد، تقدروا تساعدوا الناس من خلاله. بهالمرحله بروفيسور ناجي الصغير، حضرتك انت كرئيس قسم امراض الدم والسرطان بمستشفى الجامعه الامريكيه، وبهذا الضغط الاقتصادي اللي نحن فيه، شو هو الحل الاقصر والاسرع والاوفى؟ اللي بيصير انه يجينا تبرعات، ايش عادي يعني شو بقى يعني يجينا تبرعات او نحن نشتري الدواء، لانه من هون لحتى مصرف لبنان والحكومه والوزاره يتفقوا يمكن تاخذ سنين، ما هيئتهم عم يعرفوا يتفقوا، معك حق بدنا حلول سريعه، بس اذا بنلاقي طريقه انه يعني نحن مثلا اذا ما نشتري الدواء ما بيقبلوا، اذا اشتريناه ب 100 دولار ما فينا نبيعه ب 10 دولار، اصلا ما بنبيعه نحن ما بنربح، ما نحن فينا يعني ما نحن مؤسسة ما بتربح، يعني مستعدين بسعر اللي بنشتري فيه نبيعه، بس ما في موافقة عليه، يعني في لك واصلة، ما أنت عارف يا أستاذ الأولى، خلينا نكون واقعيين. نعم. أنا امبارح ما نمت لأنه ما في كهرباء عندي بالبيت وما في تكييف، أنا ببيروت ما نمت، نمت الساعة 6 الصبح، يعني بدكم تلاقوا حلول، ما فيهم يتركونا هيك عم نموت شوي شوي، كلنا عم نموت شوي شوي، نحن والمرضى وأهلهم. يا لطيف المرضى شو عم يتعذبوا، تصور تخيل مريض او مريضه ناطر دواء بيعرف انه حياته معلقه بهالدواء ما بيقدر يحصل عليه. نعم. عشان هيك بدنا حلول، يقعدوا يتفقوا طريقه للدعم معينه، يعطوا العالم مصاري يشتروا الدواء، الشركات تشتري الدواء وتعطيه للمريض مباشره. لازم انا ماني بموقع القرار، بس لازم يلاقوا حل يتركونا، اذا هن ما حيامنوا الادويه نحن بنامن الادويه وهن يدفعوا للمريض. يعني هذه البطاقة التمويلية عم يضحكوا على العالم، خلص ادفعوا للعالم كلها، ما كل العالم صارت ما عاش في لا طبقة وسطى ولا شيء، كل الناس صار بدها مساعدات، خاصة وقت بصير في قصة الدواء. الدواء بروفيسور لازم يكون موجود. نعم. خلي يكون موجود. اوكي. عم يدفعوا مصاري الدنيا العالم، عم يروحوا يجيبوه من فرنسا ومن تركيا ومن دبي، حقه بيدفعوا كثير مصاري هودي اللي عم يدفعوا. طب اليوم انطلاقا من يعني المرحله اللي هلا نحن عم نحكي فيها، الناس اللي عم بيتابعونا بهمهم يعرفوا قديش نسبه يعني اعداد مرضى السرطان، في احصاء يحدد قديش نسبه المصابين بالسرطان في لبنان سنويا؟ يعني بنسمع نحن تحذيرات، ما تدخنوا، ابعدوا عن الارجيله، انتبهوا، في تحذيرات مفترض انه نتبعها لحتى نبعد شر السرطان عنا. بهالمرحله في احصاءات عندك ولا لا؟ طبعا عندنا نحن حوالي 17 او 18 الف حاله سرطان جديده بلبنان كل سنه، وفي اعداد سنويا يعني في ناس عم تاخذ دواء ل 17 الف حاله جديده طبعا. نعم. هيدي عندنا ايه كل سنه، يعني في عندك عشرات الوف المرضى بعدهم عم ياخذوا ادويه، اي نوع؟ يا اما علاج يا اما وقايه، وهودي لازم يتامن علاجه. بروفيسور اي نوع من السرطان نحن عم نعاني منه اكثر من غيره بهذا البلد؟ لك عند الستات اكثر شيء سرطان الثدي، 35 ل 40% سرطان ثدي. عند الرجال سرطان الرئه، سرطان المبولي، هودي لهم علاقه بالتدخين، سرطان البروستات، في كثير هلا سرطان قولون ومعده. يعني عندنا انواع كثيره اكيد من السرطانات بدها يعني عيني. طب بروفيسور ناجي، نعم، يعني انا ما بدي اخذ، بس اذا بتسمح لي، نعم، يعني بدي يقعدوا يتفاهموا على الطريق، ما فيهم يضلوا يشدوا حبال بين بعضهم والمريض عم بيموت. سيدي يعني اليوم وقت اللي بنحكي الحلول، وقت بنحكي يعني نحن عن مرض السرطان،
يصح الكلام عن أدوية جينيريك؟ يعني بالأدوية العادية بنقول اعتمدوا الجينيريك وحاولوا قدر المستطاع أنكم ترشدوا استعمال الدواء. السرطان أي نوع من الأدوية مقطوع أكثر شيء؟ هل كل الأنواع؟ وبهذه المرحلة هل ممكن الانتظار؟ المريض بيتحمل إذا تأخر بتلقي العلاج؟ لا، أول شيء لسؤالك، لا المريض ما بيتحمل، لأنه كل تأخير بخفف من احتمال الشفاء، كل تأخير بخفف من عمر المريض، هيك أبدا. هلا أدوية الجينيريك نحن بنقبل، ما في كثير أدوية جينيريك، في أدوية صرنا 10 22 سنة عم نستعملها، في منها جينيريك، في أدوية بنقلها بايوسيميلر، يعني المهدفات وأشياء الأدوية المهدفة اللي صار فيه بايوسيميلر لها كمان ممكن، نحن ما عندنا مانع، المهم يجي الدواء ويكون طبعا يعني انه نحن بس الدواء يكون معترف فيه باوروبا وبامريكا عم نجيبه على لبنان، راسا بيجي، يعني نحن وصلنا انه نوصل نتائج علاج السرطان بلبنان مثل امريكا واوروبا واحسن كمان، عندنا احصائيات علميه نشرناها بمجلات طبيه عالميه، عندنا نتائج ممتازه لعلاج السرطان بلبنان، للاسف عم نخسر وعم بخسرونا اياه اللي ما عم ياخذوا قرار، تركينا بفراغ. انت احكي عن فراغ الحكومه، بس انا في فراغ دوائي، في فراغ علاجي، في اشياء عم تنقص كثير يعني، وكمان هلا عند صاعد الكورونا عم تزيد، الله يستر كمان يعني. يعني اذا ممكن نعرف العلاقه بين كورونا تفشي يعني دلتا، متحور دلتا بهذه المرحله، ويعني على المريضين، يعني على مرضى السرطان انجاز التعبير، يعني اللقاح هون بيحميهم اكثر، العلاجات بتخليهم بيتاثروا اكثر من غيرهم اذا كانوا مصابين، ولا بنوقف يعني اي نوع من العلاج لحتى نتابع لقاحات كورونا؟ لا، لازم يتلقحوا، وعم نعطي اللقاح نحن حتى هن وعم ياخذوا علاج. نعم. اكثريه المرضى صاروا اخذين اللقاح، هذه كثير مهمه يعني، وعم نعطيهم هن وعم ياخذوا العلاج. هلا اذا ما عملوا مناعه، يمكن يعملوا مناعه شوي اقل من غيرهم، ممكن نعطيهم جرعه اضافيه، بس عم ياخذوا اللقاح، هذا بيحميهم اكيد، بس هن معرضين اكثر من غيرهم يعني، وبصير معهم اشتراكات اكثر من غيرهم، فهذا الموضوع كمان نحن بانتباه بالنسبه للناس بشكل عام، وكمان بالنسبه للمرضى. بروفيسور، بنلاحظ انه وزاره الصحه ومعالي الوزير الدكتور حامد حسن حريص دائما على انه تبقى هذه الادويه يعني برعايه الوزاره وبالسعر المدعوم، ولكن نحن اذا مش اليوم غدا او بعد غد بدنا نوصل لمرحله لحتى نقدر نتجاوز هذه المرحله، كيف بتشوف المرحله القريبه في ظل الازمه اللي نحن هلا عايشينها ما بين قرار لوزاره الصحه، قرار التمويل لمصرف لبنان، وزارة الصحة بتقول أنا مني مسؤولة، إكراما للواقع الاقتصادي نحن تجاوبنا مع الحاكم وحددنا وخففنا وحطينا وزفنا أدوية، ولكن في أمر حتى ما نكتر كلام ونطول السؤال، الواقع الحالي الحل بإيد مين دكتور ناجي للناس اللي عم يسمعونا لحتى يتحمل مسؤوليته؟ يعني ما بينفع انه يقول نحن حريصين على المريض وحريصين على السعر المدعوم، ما بينفع على الحكي، بدنا يقعدوا سوا ونحن مستعدين نقعد سوا معهم ونقول لهم هيك لازم يصير، لازم يلاقوا طريقه يسمحوا باستيراد الدواء ويندعم المريض اللي بده ياخذ الدواء، هيك لازم يصير، والا الوضع كارثي وعم يتدهور يوما بعد يوم، المريض ما بينطر، عم اقول لك العلاج يا اما ببطل صح يا اما بيقصروا له عمره. بروفيسور، يعني بالواقع اليوم احتياجات السوق قديش بدها يعني لحتى مرضى السرطان يكونوا بالجو، قديش بدنا نحن لحتى تكون الصيدليات فيها الأدوية أو بوزارة الصحة أو في نوع موجود بالوزارة مش موجود بالصيدليات؟ يا ريت بتحدد لنا يعني الأنواع المفقودة إذا أمكن. هيك في أدوية أساسية بيروح المريض على وزارة الصحة ما عم يلاقيها، مثل هذا دوكسوروبسين، سايكلوفوسفامايد، فينكريستين، فينبلاستين، هذه أدوية سعرها رخيص يعني حتى دوليا عالميا سعرها رخيص،
ما عم بيلاقوه، السيسبلاتين ما عم بيلاقوه، غير ادويه الملاعه الغاليه ما عم بيلاقوها اللي عم تعطي نتائج منيحه، يعني كله ما عم بيلاقوه، ادويه الحبوب، ادويه الابر اللي بالعضل تحت الجلد عم نستعملها للمرضى اللي بياخذوها 6 اشهر وسنه وسنتين ما عم بيلاقوها وعم يتاخروا فيها، كل هالادويه موجوده بوزاره الصحه في لوائح، يعني لازم هلا يقال انه في مستودعات مستوردي الادويه بعض الادويه موجوده عندهم بس ما عم بيطلعوها لانه ناطرين التسعيره. يقال هذا ما بيجوز، يقال هذا صار اجرام. نعم. يعني نعم. ما بيصير، ما بيجوز هالشيء، هيدا كل التاخير انا بعتبره اجرام بحق المريض وعائلته. يا لطيف شو بيحكوا المرضى، بس لو تطلع لها شي مريضه معي هلا معك لتقول لك المعاناه، يعني مش بس هكلانين هم السرطان تبعهم وهكلانين هم يقدروا يجيبوا الدواء. نعم. الدواء العيان، دواء المناعه، الدواء اللي بدهم ياخذوه، الموضوع هذا لازم ينحل وبسرعه. ارجن، ما ممكن حاجه تقولوا لهم سعادتكم ومعاليكم للنواب والوزراء، اسمح لي يعني، قل لهم اقعدوا اشتغلوا، لازم يقعدوا يشتغلوا ويحلوا لنا هالمشكله باسرع وقت ممكن. طب اليوم يعني أنا المعطيات، عم بحكي من حارتي. نعم. وحارة المرضى كلهم. طب اليوم معي. المعطيات اللي عم تحكي لنا اياها هي شغله كثير مهمه، ولكن اذا ممكن تشخص لنا حالي، يعني لمريضه ما عندها دواء سرطان، يعني هذه المريضه شو فيها تستعيد عن دواء سرطان؟ شو فيها تعمل؟ يعني الكل بيعرف يعني الاوجاع يلي بسببها هذا المرض الخبيث اللعين، الكل بيعرف يعني شو في تداعيات عند الانسان وعوارض بترافق هذا المرض. يا ريت بتوصف لنا دكتور يعني حاله من الحالات لربما تكون امثوله يتحسسوا المسؤولين مسؤولياتهم اكثر. في حالات كثير، يعني انا بقول لها هولي بس اللي حكيوا معي امبارح، يعني انه في مريضه عم تاخذ علاج كيميائي. نعم. الدواء مقطوع، عم تتحسن على العلاج والدواء مقطوع، خوتين المريضه، في وحده عم تاخذ علاج مناعي وعم تتحسن كثير عليه، قال في حدا قال بيقدر يجيبه من بلد ثاني بقى تدفع 3 4000 دولار كاش، يعني فريش دولار مثل ما بنقول حقه هذا كل 3 اسابيع. في عندي مريضه تاخذ علاج بدي اعطيها دواء مشان ما تلعي نفسها وما تستفرغ، عم يورموا صيدليات الدنيا ليلاقوا دواء ضد الاستفراغ، ما بيجوز هالشيء. عندي مريضه كمان عمرها 28 سنه صار عندها سرطان ثدي، اوكي؟ نحن اللي عندهم سرطان ثدي بيكون صغار بالعمر، صرنا نعطيهم يعني فرصه انه لانه عندها تشانس انه تصح، بس تصح فيها تجيب اولاد، فيها تتجوز وتجيب اولاد اذا كان بعد مش مجوزه، واذا مجوزه وبدها اولاد، فبنعطيهم دواء علاج بنسحب البويضات وبنخبي لهم اياها مشان يجيبوا اولاد بعدين. الادويه مش موجوده اللي بنستعملها، يعني هيدي الست بتنحرم من الامومه بعدين اذا صحت. شوف المعاناه الكبيره، يعني هلا عم بيحاولوا يجيبوه من دبي، من تركيا، من مصر، من نعم. هون ومن هون ومن هون. هالعذاب هذا للمواطنين لازم يوقف، لازم يتامن كل شيء، وكله كان مامن عندنا. يعني مهم كثير يعني عملية تجميد البويضات يلي من خلالها يعني المريضة بتقدر تحقق حلم الأمومة بعد زواج، شغلة كثير مهمة. يعني نحن بالعادة هيدي بنتبعها بحالات المرض فقط ولا في حالات مماثلة؟ في حالات السرطان قصدي. لا هيدي طبعا أطباء النسائي ايه بيستعملوها طبعا، الستات نعم. اللي بيبقوا شوي صاروا بآخر الثلاثينات وبالأربعينات ممكن يعملوا لهم يعني بويضات يجمعوهم، نحن صرنا نستعملها الطريقه عند مرضى سرطان الثدي وغير يعني سرطانات كمان اللي بصحوا، اللي بتصح طبعا ممكن يعني بعد 3 سنين مثلا من انه صحت او 5 سنين ممكن نسمح لها تجيب اولاد، يعني هذا تطور يعني المعاناه النفسيه للمريض كثير كثير كثير، في مرضى عم ياخذوا علاج وكثير منيح ما عم بيلاقوا الدواء. نعم بروفيسور، طور شعورهم. نعم. هني وعائلتهم، يعني الواحد بفكر حاله بروفيسور. نحن هلا يعني بمرحله مهم، يعني مهم نعرف فصول المتابعه اليوم من خلالك انت، ما رح اقول لك شو بتتوقع، ولكن كيف شايف مواكبه المرضى يعني مرضى السرطان في ظل الازمه الدوائيه يلي لحد اليوم بعد ما في شيء جديد، الكل يشير
أنه ستطول هذه الأزمة، يعني تحذيرك للمسؤولين والمعنيين وتحميلهم المسؤولية، قديش ممكن يحمل المريض أو أنتو كقطاع قديش ممكن تحمله في ظل الواقع؟ المريض ما عاد يحمل، بالحقيقة المريض ما عاد يحمل، أنا ما بحب أقول كلمة يا حرام، بس بالفعل يعني إنه حرام، يعني المريض مش بس عنده مشكلة السرطان والمعاناة من السرطان وعوارض السرطان، كمان مش عم يقدر يلاقي دواء، وبده يجرب يلاقي دواء، وعائلته وأهله والدنيا عم يتعذبوا عذاب الدنيا. هيدي يعني قصة كثير صعبة بالحقيقة يعني. والموضوع الثاني إنه لازم يتأمن العلاج، يعني لا يجوز، ما بنسمح لهم، مش مسموح عاد يطولوا عذاب الناس. يعني أنا ما بحب الناس تضل تدبر حالها، ما الناس بيفتكروا حالهم شاطرين اللبنانية وشطارة وحربوا ودنيا وبيظبط حاله، والمسؤولين تاركينا نظبط حالنا وينكتوا على الواتساب وينكتوا على السوشيال ميديا. لازم نلاقي حلول، يعني شو بدي اقول لك، ما طلع الشعر على لساننا نحن، يعني بروفيسور ما فينا مستعدين نساعد. نعم. بس عم يعني حضرتك قلت لازم نلاقي حلول، انت طلبت وزاره الصحه لجنه الصحه النيابيه، ايه بدهم يقعدوا مع بعض، ما في هلا مصرف لبنان والتجار واذا بدك وزاره النقابيين وكل المعنيين بيقعدوا. نعم. لو قعدوا 20 ساعه و24 ساعه و48 ساعه ما بيطلعوا من دون ما يلاقوا حل. هاجي بقى قاعدين بلشتوا كله تطلعون على التلفزيونات يحكوا كمان، هاجي بقى يطلعوا على التلفزيون يقعدوا يلاقوا لنا حلول، وانا مسؤول عن كلامي. طيب اليوم بروفيسور بالختام، يعني للمرضى اللي عم يسمعونا فيهم يلاقوا حلول، فيهم يلاقوا حلول، للمرضى اللي عم يسمعونا، يعني لكل اللي عندهم معاناة مع مرض السرطان، قديش ممكن نعطيهم أمل إنه الأدوية وكل مستلزمات علاجهم رح تكون متوفرة بخلال وقت قريب؟ يعني خاصة إنه امبارح كان في اجتماع بين الحاكم ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، بتمنى إنه تكون كل هذه الطبخة تصب في خانة كل المرضى دون أي استثناء، ولكن لأنه أنت متخصص بمرض السرطان، شو بنعطي أمل للناس اللي هن مصابين بهذا المرض وعم يتابعونا هلا؟ شو بنقول لهم بالختام؟ ما فيني اعطيهم امل لاني ما شايف حلول، انا متشائم لتوخذني لاني ما عم لاقيهم عم بلاقوا حلول. شو بدي اعطيهم امل؟ يا ريت في اعطيهم امل، وقت قد ما بدقوا لي المرضى بيقولوا شو بقى نعمل شو بقى نعمل، شو بدي روحوا لعند المسؤولين خليهم هن يحلولكم هالقصه. البلد فيها يعني موارد كثيره، البلد فيها مسؤولين، وما بدنا نضلنا عايشين على شحاده، بدنا نلاقي حلول جديه لهالموضوع. برجع بقول لك مصرف لبنان، وزارة الصحة، وزارة الطاقة، ورئيس الوزراء المستقيل أو المكلف، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، كلهم لازم يحطوا جهودهم ليحلوا هالموضوع بأسرع وقت ممكن، لأنه الناس عم تخسر حياتها وعم تتعذب. بروفيسور أنا بدي حييك، يعني لازم يشعروا معهم ويحلوا لهم هالقصص. يعني أنا بدي حييك، وطبعا بدك تسمح لي هون أنحني أمام كفاءتك وأمام صراحتك ووطنيتك. شكرا لك البروفيسور ناجي الصغير، رئيس قسم أمراض الدم والسرطان في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، يعطيك الصحة والله يقويك. شكرا لك. أصدقائي نحن رح نتابع معكم برنامجنا طبعا بعد ما نسجل شكر كتير كبير لمديرية الإرسال الأرضي والبث الفضائي بتلفزيون لبنان للشباب، الفريق العامل يعطيكم العافية، المهندس فريد أبو حيدر وزميلنا المصور العزيز عماد حمودي. هلأ بنوقف مع بريك إعلاني ونرجع نتابع سوا فقراتنا. ومن أجواء الفوضى اللي عم نعيشها المولدات الكهربائية أمر واقع، عن فوضى الاشتراكات في هذه المولدات منتابع سوا هالربورتاج. 3 ملايين و 700 ألف اشتراك موتور اليوم، طلع 200 200 300 400 500 500. 300 ألف هذيك الشهر على 120 كيلو، يعني براد كنا عم نقنن فيه تقريبا، حتى طلع علي هالشهر 1,400,000، يعني بيجي بين 600 500 600. وشهر الجاي أغلى، هذا الشهر عم بيقولوا شهر الجاي أكتر، لأنه دفعنا هلأ على 1,300 الكيلوات، عم بيقولوا شهر الجاي على 2,000، يعني بدأت تنط للست ملايين.
وشهر الجاي بدهم ياخذوا 2300 الكيلووات هالشهر 1300. يعني عملت حساباتي شهر الجاي بده يطلع علي على نفس السحب 1,200,000، وهذاك الشهر حزيران مش مدورين اي سيات، يعني مع اي سيات شهر تموز بيجي شي 1,800,000-3,000,000. من وين بتجيبهم؟ وشغل زباله ووعد للخير لقدام بيقولوا لنا بعد في غلا. هلا انا شو عم طلع بالشهر بس عم طلع المصروف. هلا نحن عم نحاول انه نستمر، لانه نحن البضاعه الشغل كله لنا من المزرعه لتوصل للزبون، بس كمان صرنا عم نفكر وين بدنا نروح. يعني اذا بقيت الحاله هيك نحن وغيرنا ما رح نستمر. اذا انت بتوقف بيوقفوا لك، اذا اعترضت ما بيعودوا يعطوك، وكيف بتكفي؟ ونحن اذا ساعه واحده بدون كهرباء منفل، يعني كله أكل، ما فينا ولا خمس دقايق نقطع كهرباء. إذا كملت العملية هيك كلنا رايحين، يعني ما رح يبقى حدا، بقى ما تعطى الهم الاشتراك مش هيبقى في بلد. إذا بقيت هيك، إذا ما حسوا عدمهم قبل الوقت، يعني بعتقد صرنا على بواب جهنم. هلا بعد في ينفتح الباب، إذا انفتح الباب معلم رح نروح كلنا سوا بالهاوية. وقفينا عن جد، ما بقى فينا، وعندي بنت مسلولي، وكل مواطن رح يستمر، مش انا بس، اللي لبنان واسع على ازمه انه ما في مؤسسه رح تقدر تستمر بلبنان. يمكن هلا صرنا سنه عم نحاول نضايم باللي كان معنا، راحوا المؤسسات اللي معنا. اعتبر هلا بدك تشتغل انت كبزنس، قديش بتطلع وقديش مصروفك، مصروفنا صار زياده اكثر، يعني عم نستمر بالتدهور على طول. هذا الشيء بيؤدي لشو؟ انه انت ما عم تربح على طول، ما عم تربح، ما عم تربح، شو بصير مؤسستك بالاخر؟ يا بتفضى من الغراض لانه انت ما بترجع تقدر تجيب الغراض، او انت بتفلس، يعني ما في حل. لبنان كله قاعد مع افلاس، معنا ماكسيموم 6 اشهر اقتصاديا. يعني جواب لوين رايحين؟ اخر معاشاتنا ما بقى تكفي ل 10 شهر، انتهت. وبعدين والاجار، صاحب الملك بيقول لك اجاري ما بقى يعمل $100، قال لي اياها الشهر الماضي، يعني الشهر الجاي بده يجي يكسك مليونين زياده كيف ما كان، ما راح يرضى ب 100,000 و 200,000. يعني صار عليك مصروف زياده شي 4,500,000 5,000,000. طب ما هودي اللي عم نطلعهم نعيش فيهم، يعني عم تعطيهم اياهم، صرت شو بدك تضل فاتح تعمل؟ بالنهايه صاحب المطار حقه خيي يمكن، بس ما اصحاب المطارات كمان ما نهبوا العالم على 50 سنه، هلكوا العالم على 50 سنه. بس هن الله يساعدهم، هن شخصهم الرأس الكبار، هن اللي عم بيغلوا، هن اللي عم بيسرقوا. بتبلش من الراس وبتنزل بالبلد، لما يكون ما في راس ماسك البلد، ما في حكم، ما في دوله، كله بيفرط مثل البيت، يعني اولاد بلا اهل بتفرض كل شيء فارد بلبنان من وراء انه ما في دوله منظمه كل شيء. ما كمان في شيء مش منطق، نهب نهب نهب، ما هن هودي المافيا اضرب من الدوله، ما هن هودي مافيا بحد ذاتها. بتلاحظ مشتركين مع البلديات، ببلعوا البلديات. هلا انا اذا قلت له ما بقى بدي اخذ منك للي عمل الاشتراك، بيسترجي الثاني يجي يفوت علي، متفقين مع بعضهم، انا ما بفوت لانه هذا مش خطي. ما اول شغله بيقول لك اياها ما بدك وقف، ما هن هودي مافيا. هني هاو مافيا مشتركين مع الدولة، مشتركين مع البلديات، يعني بيبلعوا الدولة، بيبلعوا البلديات، بيبلعوا هذا. في ابن مرة يجي يسترجي يحكي معهم؟ لو عندك دولة مثل العالم ما بتشوفهم متمقطعين بالناس. ما في لا دولة ولا بلدية ولا تعفير، والعطر علينا رايحة. يعني هلا حد شهر الجاي ابن مرة يضل واقف على جرال، المحلات كلها هاي اللي حكيت معها رح تسكر. سوبر ماركت 4,000,000 شهر الجاي، رح يكسو 8,000,000 مطار اللحام، 4,000,000 كلهم برادات شهر جاي 8,000,000. انا حلاق عم بشتغل 10% من شغلي قبل، شهر جاي رح اكل 3,200,000، منين بجيبهم؟ منتابع معكم مشاكل وحلول الطوابير الذل يلي عم نشوفها بهذه المرحلة متعددة، بعد المحروقات الخبز، وبعد الخبز الدواء، وبعد الدواء الغاز، وإلى ما هنالك من طوابير تبقى صرخة وجع لحتى نوقف هذه الطوابير، لأنه حق الإنسان، حق لكل إنسان أنه يقدر يتمتع بحياته على أحلى وأكمل وجه. مع ريبورتاج صرخة وجع لطوابير الذل منختم حلقة اليوم، تنلتقي معكم الله راد بكرة مع حلقة جديدة. إلى اللقاء. يمكن بعد الظهر أوصل.
يمكن عبي ويمكن ما عبي، بس اوصل قول لي ما بقى فيه، او بس اوصل بقول لك بزل لك صارت التانك ب 70,000 بقول لك بس بعبي لك تانكي، عرفت؟ فهيدي البلد مزله، الشعب هو مسؤول عن هالمزله لانه هو اللي زل نفسه. يعني السيرفيس قد ما تقول له للواحد بتقول له 7 بتتخانق انت وياه للزبون، تانك البنزين 70,000 تعمل كوليه ب 400,000 كيلو الزيت ب 100,000 شو بدك تلحق لا تلحق؟ وين عائلتك؟ وين مصاريفك؟ ما بعرف هلا لنشوف. اه؟ لنشوف هلا ما بعرف. شو نص ساعة تقريبا بدها ساعة ساعة وشوي. يعني بدك تروح على شغلك، هي وحدة اوكي ما فيك تروح على شغلك. السبت نفس المبدأ، طيب شو بدك تعمل؟ يعني اليوم بدك تروح إذا بدك توقف وقف الوقفة بدور عليك صلاة الجمعة حتى، إذا ما عبيت بنزين أنا شو بدي أعمل؟ في أغراض بدك توصلها، بضاعة بدك تجيبها، مضطر بدك تروح بالسيارة. يعني اليوم هيدا وجع، مش إنه السيارة والبنزين هيدي من ضروريات الحياة. بدك الله سبحانه وتعالى يقطع رؤوسهم كلهم، الله بيفرجها بعدين علينا، والله على الظالم. هول يا جماعة ظلام، ليك وين عم بكبونا؟ أنا إن شاء الله جابرني، تفضل. كل يوم بيقولونا عم بفضلوا البواخر وعم بيوزعوا للمحطات، نيجي كل يوم بتزيد سوء أكثر الموضوع العجقة، يعني كنت قاعد ساعة وساعة ونص، هلا لك أنا وين؟ صرني ثلاث أرباع الساعة لأوصل لتحت قديش بدي. وصارت معي مرتين انه وقفت على المحطه ساعتين ونص للاسف شو يطلع فيش بنزين اخر شيء، هونيك النكبه الاكبر. يعني عم فكر انه قديش نحن غنم بكل معنى الكلمه، ونحن اللي وصلناهم نحن بنستاهل. انا ممكن نغير بالانتخابات بس ما بقدر اعمل شيء ثاني. بدي بيع قميصه لاعطينا الزعيم بلا ثلاث ساعات النهارده بروح هون. هلا لا يوفقهم يا شباب قلبهم. انه والله صار الدهره هلا نحن، هلا بقول لهم انا داهر رايح على عبي بنزين ادلش ساعتين ثلاثه اشرب لي فنجان قهوه بلا ما اروح على البحر. كل هول الناس ما عادش يطلع من امرهم شيء، انت كنت تشوف لما صار في تذكير طيران وغيره تقوم العالم تخبط وتساوي وخلصتها. العالم تتعود او انه خلص ما عادش عندها شيء، ما عادش قادره تصرخ، حتى تصرخ الصرخه ما عادش عم توصل لمطرح. ما فينا نطلع بتاكسي وما فينا نطلع بسيارة، كله غالي، 2-3 راكب وتنقطعوا فيك صاروا الشفرين، إلهم حق يا خي، إلهم حق. الوقفة 3-4 ساعات 5 ساعات بنعبي بنزين كان بيكون عالي خي، كنا عايشين بالحرب أحلى من هلا، يكون عندنا كرتون بطاطا نوزعها على بعضنا، يكون عندنا سطل لبنة نوزعها على بعضنا، اليوم ما في. الله أنجى الواحد يقوم بحاله وحال مرته إذا كان ما عنده أولاد كمان. انقطعت من البنزين وإلي أكثر من ساعة واقف هون. شو بدنا نعمل؟ قلنا الله اذا قعدنا يوم بالاكل الاولاد بيموتوا، لا حليب فيه، لا طحين فيه، لا اكل فيه. قلنا من الصبح من الساعه 8 واقفين هون ناطرين لنعبي بنزين، وين المحطه هسه بدها ساعتين عم نوصل لها. غلوا البنزين 62 رجعوا غلوه على 72. طيب ما حرام؟ هاي عالم واقفه بالشارع ما انا ولاد حدا، عم بيمرقوا السيارات بيمرقوهن بيقبضوا عليهم وبيرجع بيجيب السياره الثانيه بيمرقها. انا كان خط الرابع خط واحد، لا ضليت ناطر اكثر من ساعه، قلنا لهم تزعلوا منا لما بننزل نسكر طرقان وتقولوا عنا زعران، انتوا الزعران كلكم زعران، من الكبير للصغير اصغر وخلصنا بقى. ايه انا موجوع، هذا شو هذا؟ العالم ليش نايمه؟ ليش ساكته؟ صرخه اصلا ما عادش في صرخه. اصلا صرنا نطلب من الهجره، ما عادش بدنا بلد. كنا نحلم ببلد بس انسى، عم برجف لانه شو؟ شو بعت فيه تحكيه؟ لقلي شو بعت فيه؟ شو ناطرين؟ شو ناطرين؟ قرطة حرامية لهم 30 سنة انت ناطر منهم حكم؟ ها ناطر منهم حكم؟ صار الواحد عم يتمنى الموت يا زلمة، عم بحكي الصراحة. يعني روح شوفهم عصابات على الطنبات، عصابات. إذا قعد بالبيت مين بدي يطعميني؟ مين بدي يشربني؟ الدولة بدها تعطيني وتشربني؟ إذا أنا بيتي على طريق المطار وشغلي هون شو بعمل؟ هل هو معاشنا 3 مليون حتى نطلع بسيارة أو بتاكسي؟ سؤال، بعدين شوف لي بكاميرتك، شوف لي وزير أو مسؤول أو رئيس أو أولادهم ناطرين بهذا الطابور. أنا بتمنى من الدولة اللبنانية هلا قبل ثواني هلا تحطني بطيارة خليني فال، خليني أعيش برا بكرامتي وبعز أشرف لي. لأنه إحنا عايشين لا شرف ولا كرامة ولا عز. أغلى حق للمواطن للشباب ما فيه. شوف لي ابني شي مسؤول عايش مثلنا نحن. بس هني للأسف مسؤوليننا الكرام الله يخليهم يطول بعمرهم يا رب. الله يطول بعمرهم يا رب.
عنا الله يطول بعمرهم ويذلهم. عم بتهوت على السجن، نعم ناطر دوري يجي من الساعة 6 ناطر المازوت. نعم ولايمتى حنضل هيك؟ عندي شغل على الفان، من بدي اشتغل إذا ما معي مازوت؟ والتانكي ب 50,000. هي نايمين هون 56,000 56,000 صارت ونايمين هون مثل ما شايف على الشوك وعلى النمل وعلى الصبير. تفضل ها من الستة لهلا ما عاد في. تفضل خلاص شو بعمل هلا؟ ما في الا حل وحدة، يا الله بياخذ امانتنا كلنا سوا، يا الله بياخذ امانتهم كلهم سوا، غير هيك ما في. طلع البهدلة والعالم ثلاث ساعات واقفين على المحطة، اكلنا الشوب واكلنا الحريق، لا يوصل دورنا ما وصل دورنا اجوا كحشونا والبطل فيه ميزوت. طيب هذا حكي؟ طيب شو الحل؟ انا ضوئي معي الاحمر شو بنعمل؟ بصيتي ما فيها ميزوت، مقطوع الميزوت انا كمان، مقطوع الميزوت. طيب ولو شو ما نعمل؟ هات لنشوف شو الحل؟ ما عم نضرب ضربه، عجلنا قاعدين بلا اكل، عم نقضيها على المحطات ولا بيقعدوا بكحشون بيقولوا ما في ميزوت. طيب شو الحل؟ قلنا ثلاث ساعات الدار من فوق ثلاث ساعات ما في ميزوت، ما في بنزين، منين بدي اجيب الاكل للولاد انا طعميهم؟ عم نقضيها هون معلم على المحطات، عم نقضيها طول النهار يمين على المحطات. وصلنا ثلاث ارباع الساعة واقفين، وفي شباب أكثر كمان ساعتين ثلاثة، في عالم هونيك ست سبع ساعات. مين بيسلم بنزين؟ مش الدولة؟